الاجتماعي هو مشروع ضمن نطاق المجتمع بيتألف من عدة تدريبات تستهدف مجموعة من موظفين الجمعيات والمنظمات الأهلية بسوريا، بالإضافة لطلاب الدراسات العليا المهتمين بدراسة البحث الاجتماعي، ليطلعوا بأبحاث مجتمعية هادفة واحترافية بتسلط الضوء على احتياجات المجتمع وبتطور حلول ومقترحات. ولتعرفوا أكثر عن المشروع تابعوا صفحة الغرفة الفتية الدولية دمشق على الفيسبوك.